كثيرا ما يختلط والعياذ بالله على المؤمنين، على بعض المؤمنين هذا الشيء. الهدف مشروع، ولكن الوسيلة وسيلة باطلة. أحد الإخوة كان يقول، أمثل بمثال صغير ثم أنتقل إلى الموضوع، مثال واضح حتى يتبين كيف أن الله تعالى لا يرضى بهدف حق إذا كانت الوسيلة باطلة. أنا أريد أأدب طفلي، هذا هدف مشروع، تأديب الطفل حق للولي، ولكن ما هي الوسيلة التي أستخدمها في تأديب هذا الطفل؟ يقول هذا ما عنده أخلاق، ما يخالف، لك أن تؤدبه، ولكن كيف تؤدبه؟ هذا هو الكلام. لا يكفي أن تكون الغاية غاية مشروعة، الوسيلة أيضا لازم تكون وسيلة مشروعة. الهدف التأديب، الوسيلة أيضا يجب أن تكون وسيلة مشروعة بأي حد. بعض الأفراد يضربون زوجاتهم، يقول أنا إلي حق في ضرب الزوجة. أولا، من قال لك أن لك حقا في ضرب زوجتك؟ حقيقة نفرض أن المرأة تستحق التأديب لأنها خالفت الله تعالى، كيف؟ حتى إذا يريد يضرب، كيف يضرب؟ كيف يضرب؟ راجعوا كتاب النكاح، كاتبين هناك الفقهاء كيف يضرب زوجته، إذا مشروع على أن يضرب زوجته. أما إذا كان محرم فهو محرم في محرم، حرام في حرام. أحد الإخوة يقول كنت في الحج في مسجد الشجرة عندما يحرمون من هنالك، يقول واحد من الأفراد كان عنده ماء يبيعه، كل ماء مثلا يبيعه بريال واحد، الحجاج يجون يشترون مثلا كل كمية من هذا الماء بريال مثلا ويغتسلون به غسل الإحرام. يقول أنا كنت واقف أباوع أنظر، إجا واحد من ذول الحجاج، يقول إجا غافل هذا الذي يبيع الماء، شافه مو ملتفت، فكرة في مكان ثاني، عينه في مكان ثاني، فباق وحدة من هذه الجرار أو ما أشبه، باقها وبسرعة راح اختفى وراء شجرة أو مكان واغتسل غسل الإحرام. عندما ذكر لي هذه القضية تداعت لي قضية الإمام الصادق صلوات الله عليه مع ذلك العالم غير الموالي اللي كان يبوك خبزين ورمانتين، بعدين يجي يصدق بهم على الفقراء. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له لماذا فعلت ذلك؟ ألم تسمع قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ الله ما يتقبل كل عمل، العمل يجب أن يكون مشروعا، لا يكفي أن يكون الهدف مشروعا.